اللي يرسل لك هذا المقطع ترى يحب لك الخير. أعرف واحد صديق لي يعني، هو صراحة بالهاتف تلفوني يتصل فيني دائما، وصاحب لوموزين مع تاكسي دائم يوصل الناس بالتاكسي. فجأة يقول مرة هو في الرياض، يقول ركبوا معي 4 من الشباب، يقول ما يعني ما أعرفهم، وقفوني قالوا ممكن توصلنا الشرقية، الشرقية عن الرياض 400 كيلو. يقول ركبوا معي الشباب ذولي، عاد يحدثني يقول ترى أنا ماني مطوع بس أنا أحب الخير، ودائما يعني يركب معي أحد يشغل له شريط قرآن محاضرة. يقول إحنا في الطريق وقفنا عند محطة بنزين، وصراحة كان وقت صلاة العصر. يقول أول ما وقفت كذا ودخلت قلت لهم يا شباب أنا مستحي أقول لهم صلوا، يقول أنا ما أعرف أنصح مني بشيخ ولا بداعية. يقول فقلت لهم يا شباب إيش رأيكم نصلي؟ يقول طيب عن دائم قدام يركب الزعيم حقهم، تعرف الشلة الشباب لازم فيها زعيم. يقول اللي قدام هذا وش قال؟ قال والله اسمح لنا احنا ما نصلي. قال بهالعبارة احنا ما نصلي. خوينا هذا صاحب التاكسي يقول والله انفجعت، في مسلم ما يصلي؟ في مسلم ما يتقرب الى الله بالصلاة؟ يقول حتى اني ما انا عمري حددت على احد. قلت لهم يا شباب كل شيء للصلاة، كل شيء للصلاة، لو حتى عصينا أذنبنا إلا الصلاة لأنها صلة بيننا وبين الله. يقول سبحان الله، قلت لهم شباب خلونا نصلي. يقول هذا الزعيم نفسه اللي قال ما نصلي اعتذر، التفت على أخوياه قال لهم كانوا شباب إيش رأيكم خلونا نصلي. هذا صاحبهم الزعيم اللي فيهم قال شباب خلونا نصلي. يقول انزلوا معي هم 4 وأنا الخامس، توضينا ودخلنا المسجد قالوا لي صلي فينا أنت. صلى فيهم راعي التاكسي هذا. أول يقول صليت بهم طبعا ركعتين صلاة العصر لأن مسافرين. يقول صليت الركعتين ثم يوم سلمت التفت عليهم إلا واحد منهم ساجد، هو الزعيم هذا اللي قال أول ما نصلي ثم قال خلونا نصلي. لقيته ساجد، أخوياه شو سووا معي مازحونه، قام عاد سوي نفسك مطوع. يوم حركوه فسقط فإذا هو ميت. هذه حصلت في طريق الرياض الشرقية. والله العظيم ان اصدقائه كلهم مو مصدقين، توقعوا انه يمزح. يا فلان قوم، واحد يقول من اخوياه يرش على وجه الماء، الثاني يقول يحط اذنه عند دقات قلبه. يقول وبدا البكاء يضج في المسجد من اصدقائه 3 يصيحون صياح، حتى اجتمعوا اللي في المحطة من العمالة الهندية والبنغلاديشية صارت ضجة. يقولوا لقيت واحد من الشباب هذول يصيح صياح مثل الطفل، فاكتشفت انه اخوه اللي اصغر منه. يا الله، واروح اهدي هذا ولا اهدي هذا؟ مسكت اخوه اذكره بالله، احمد ربك اخوك قبض الله روحه وهو ساجد، والانسان اذا مات على شيء بعث عليه، واخوك ان شاء الله يبعث ساجد. قال والله إني ما أبكي على أخوي إنه مات، لكن هل تعرف يا أخي أنا وأخوي من 15 سنة ما صلينا، تو أخوي صلي من 15 سنة ما سجدنا لله، من 15 سنة ما ركعنا لله، ثم يقبض الله روحه وهو ساجد. الله أكبر، ما انتقم الله منه، الله سبحانه وتعالى رحيم بعباده. يعني قبض الله روحه وساجد وهو يقول سبحان ربي الأعلى وهو مستقبل القبلة وهو متوضئ. شباب الصلاة الصلاة الصلاة، عشان ربي يوفقك صل، عشان ربي يحفظك صل. فلذلك أخوك اللي أرسل لك هذا المقطع أقسم بالله يبي لك الخير ويحب لك الخير. ليش؟ لأن الصلاة صلة بيننا وبين الله، من قطع الصلاة قطع الله عن قلبه الراحة. أخوك هذا لو اللي يرسل لك المقطع الآن لو أرسل لك فلوس تحبه ولا ما تحبه؟ تقول أكيد أحبه. لو أعطاك هدية جوال ولا غيره تقول أحبه. والله أعطاك أعظم هدية أنه ينصحك أنك تكون من الصلاة من المصلين. قم وأنا أخوك الآن توض وصل آخر صلاة ما صليتها، قم توض الآن قم استعن بالله، ادحر الشيطان، استعن بالله من الشيطان الرجيم، قم توضى، شوف انشراح الصدر، رح للمسجد اطلب الله، وانت ساجد في المسجد قل يا رب اهدني، يا رب حببني للصلاة، وشوف حياتك كيف تتغير.
الطفش، الزهق، ضيقة الصدر، النفسية التعبانة، والله تذهب مع الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أرحنا بها يا بلال الصلاة، وأوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم حتى في آخر حياته. الله يجعلنا وياكم مصلين. يلا الله يا شباب الصلاة.